إذن لا زالت أشغال هنا، أشغال كبرى، هذه هي الأشغال الكبرى إخواني متابعينا الكرام، أشغال كبرى وإعادة تهيئة للبنية التحتية لهذا الشارع الذي سيحمل أو حمله اسم شارع ولي العهد مولاي الحسن. لانستالاسيون ديال الكابلاز ديال الإنارة ديال الضوء كلها كتعاود بحول الله. إذا المتابعين الكرام بعد ما تمشينا واحد 500 متر تقريبا، الأشغال مستمرة عن اليمين وعن اليسار، بعد ما عشنا لحظات مع فريق أليك لا زالت الأشغال مستمرة مع فريق تي سي إن في البنية التحتية، خدامين كيزرعوا في القوادز ديال الماء ديال الأمطار، القوادز ديال تصريف مياه الأمطار باش يتم استغلال ديال هذه المياه وترويضها وما يكونوش فيضانات إن شاء الله. هذا الشارع سيكون له شأن عظيم بحول الله، وغادي يكون من أفضل وأجمل شوارع تهيئة ضفتي أبي رقراق، مكينة الدقوسكات وشعارنا الخالد الله الوطن الملك ليتس جو. إذا هنا فريق أليك عاوتاني، مكينة الدقوسكات أخي، مكينة الخدمة، مكينة هي الخدمة، الخدمة الخدمة، خدم ولا الله يعاون. هاهما هنا خدامين كيهيئوا الطريق، هنا حاليا غير كيهيئوا الطريق كيوجدوها باش ان شاء الله عاد تبدا فيها خدمة، يوضعوا فيها التفنة وما غير ذلك. هاهما لي كابل كيحيدوهم لانستالاسيون القديمة ولا الضوء، هادو ديال الضوء الكهرباء، هادشي ديال الضوء، ولا زالت الطريق مستمرة بحول الله. لاحظوا معايا اخواني خدمة، الصراحة الخدمة اللي ما غنبقاش نرجعوا ليها ان شاء الله. بالنسبة لإعادة التهيئة، لانستالاسيون هنا ديال الضوء، الماء، الكهرباء، الشبكة، الريزو، اتصالات المغرب، انوي، إذا التهيئة غادي يجيو مع هاد الشارع نيش، الحمد لله راه تقادت ليه أمور، غدا الأشغال بواحد النسبة جيدة اللي راه تقادت، وهما جايين هنا كينقيو هاد المناطق كلها. كيرازيو هاد البلاصة، غيديبراسيو هاد الأطربة كلها إن شاء الله، اللي غتعطينا واحد المنظر رائع وبهي وجميل جدا. والله يا إخواني هادشي يثلج الصدر اللي كنشوفو مشاريع تنموية في المملكة المغربية. لاحظوا معايا، شوف شوف الشارع ولا بحال ميناء الدار البيضاء، ما كاين الرموكات داخلين خارجين، ما شاء الله ما شاء الله على المغرب. قريبا غادي ان شاء الله غنتكلم لكم على هذا ماجيك بارك الجديد اكوا بارك، كونوا في الموعد، ابونا وفعلوا زر الجرس، وكنشكر الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات من الاول حتى الاخر، غادي نعطيكم الجديد ان شاء الله، فما تمشيوش بعيد، بقاو معنا غنعطيكم التفاصيل من المكان، لانه ان شاء الله لنا الموافقه من شركه صينيه بحول الله اللي شدات هاد ماجي بارك وغتردو تحفه فنيه مع المدير الصيني ان شاء الله. شركه عملاقه لصناعه خاصه صناعه الالعاب العالميه، جميع انواع الالعاب، ما غنهضروش دابا على هادشي، خلينا في الشارع ديالنا الولي العهد زين السميه، حسن الخلق والتربيه، خلينا ان شاء الله وغادي نتكلموا بالتفصيل على هذا المشروع. الدخله باديه 90 درهم، قولوا لها الهضره. يا صاح راني وسط الحمله. كاينه هنا النوع ديال الاشغال اللي كاينه ليه، راه هي اللي كاينه هنا، فريق تي سي ان، حنا غنمشيو نشوفو الخدمه، يلا نمشيو نشوفو نقربو باش نعرفو شنو تيديرو. اذا الفريق هو تي سي ان، خدام كيصاوب البنيه التحتيه، كيصاوب هنا القوات على هذا الطول، على هذا المطار، هذا ها هو ويمشيو على طول. لكن اللي لفت الانتباه ديالي هو هذه القنطره الرائعه الجميله، شوف باش مصاوبه والقوه والمتانه ديالها، راه تحفه فنيه رائعه جميله. اذا هما هنا كيصاوبوا الطريق وغادي تجي على طول، فريق تي سي ان هو اللي مكلف هالقوادس اللي غادي يركبوا هما هادو ان شاء الله ديال تصريف المياه ديال الامطار. اذا هما هنا كيحفروا في الطريق، هما راه جابوها بعدا من ليه، من الراس، من المدار اللي كنت شرحت لكم، جايبينو من الراس هنا سانك سانك، راه واحد لانستالاسيون تما كاين، وغادي نمشيو مباشرة على هذا المسار وغادي نمشيو بحول الله. فريق الطوبوغرافيين ديال تي سي ان راه هو امامكم، حتى هو كياخذ المقاسات وكيشتغلوا عليها. الله يعاونكم، بارك الله عليكم، الله يحفظكم.
نزيدوا القدام ليتس جو. ولا زالت الاشغال مستمره مع فريق التس ان فريق البنيه التحتيه بامتياز. ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم والله يحفظ هذا البلد الامين. البناء والتشييد خوتي، قولوا لي شنو الراي ديالكم في المغرب؟ الحمد لله، واش بلاد البناء والنجاحات او لا؟ فريق التس ان حاليا كيهيئ القواتس ديالو باش غيوضعها في المكان ديالها المخصص. ولاحظوا معايا كيفرشوا واحد الطابيه جيو تكستيل، ومن بعد كيوضعوا الكياس كيما كنقولوا كيتجوانا من التحت ومن الاسفل، باش هاد الكياس وهاد الجيو تكستيل يلعب واحد الدور من ناحيه عوام التعريه، من ناحيه الضغط، من ناحيه الرطوبه، من ناحيه امتصاص المياه، باش القادوس ما كيتاثرش وكيدوم واحد المده طويله. ما شاء الله، كاينين هما حاليا كيوضعوا القوات في الاماكن ديالهم، كاين ناس اختصاصيين حريفيه معلميه، الله يسخر لينا وليهم الله يحفظهم. اذا هكذا كيوضعوا القوات وكيمشيو على هذا المدار. السلام عليكم، الله يعاون، بارك الله عليكم، الله يعاونكم. واو، الله يكون في عوانهم، الله يكون في عوانهم. اذا لاحظوا معايا الاشغال، ها هي هنا الكابلات ديال الضو قديمه، كل شيء سوبريمي، كل شيء ديزانستالي، اعاده تهيئه. غادي نشوفوا القدام عاوتاني صحاب الجاردناج وخيله. يا ياي، رائع رائع يا صاح، راني وسط الحمله. يا سلام يا سلام، هنا كاين قيو، هادو واقيلا ديال الجماعة، عفوا هادو ديال الجماعة، جماعة سالا ديال العمالة، كينطفو هاد الدنيا، كريتوس كيطيح دوك الأوراق والأعشاب ولا داكشي كينقيو. وهنا نفس الطريق راه خدامين هنا. هنا معنا هنا فريق ABC مختص بلانسطالاسيون ديال التليفونات، ترافو دو تيليكومونيكاسيون، اشغال ديال الاتصال. الفريق هنا كيصاوب لانستالاسيون. هو قطار فوق، قطار كنسموه قطار التنميه، هذا تعبير مجازي الحمد لله. الله اخويا الله يسخر لكم الله يعاونكم. هذا موطن دوليس، هذا اشغال، اشغال هنا كينقيو هاد الدنيا كلها كتنقى، كيصاوبوا هاد الاماكن كلها من طرف الجماعه. دار الشاحنه ديال الجماعه راه هي كيمشيو على التنقية ديال هاد الطريق كلها إن شاء الله. إذا هذا هو الوطيل المذكور، راه سبقناه وتكلمنا عليه، والأشغال لا زالت مستمرة. إذا حنا جايين قطعنا تقريبا واحد كيلومتر ونصف تقريبا، والأشغال لا زالت مستمرة. لاحظوا معايا، لا زالت مستمرة، ماكدونالد أمامنا. لاحظوا معايا التراس مو هنا، الأشغال ديال فريق تس إن هما مطراسين الطريق، تتبانش لي أنا الشمس. كنتمنى هادشي يبان لكم. هاد المسار هذا ها هو راه جايبينو هنا، فين غيكونوا القادوس ان شاء الله، فين غيتركب وكتم اعاده تهيئات هاد الشارع من كما كنقولوا من طقطق حتى السلام عليكم. والمسار ها هو هنا، غادي يكون الله اعلم واش روكار او لا بلاصه الضوء، البوطوات ديال الضوء الله اعلم، حنا غنكتشفوا داكشي فيما بعد بحول الله. وفريق المسؤولين ديال التس ان راهو ما دائما كيجتمعوا باش كيعرفوا شنو يديروا، ما لهم وما عليهم. اذا هاد التراس، ما هي التراس ديال الطريق اللي غيشتغلوا عليها، والتتمة ديال الطريق ها هي امامكم مباشره امام فندق دوليز. الطريق ها هي والتتمة هي هنا، غتمشي على هاد المسار ومن بعد غادي تنحرف ان شاء الله، وغتولي الطريق ما شاء الله روعه. اذا ليكيب ديال التس ان راهم مجتمعين ليها دائما في تشاور مستمر. اذا كيف ما قلت لكم هنا التس ان معهم الناس ديال الرضال في تشاور مستمر، لان كاين لانستالاسيون ديال تصريف مياه الامطار، ومعلوم ان الشركه ديال الرضال هي اللي شاده كما كنقولوا المارشي، و
ولكن فوضى الفرق اخرى هي اللي كتصاوب لهم الانستالاسيون، منها فريق تي سي ان. ونهايه السير اخر الاشغال تراس مهيا لا تراسها هو خدامين علوها هو حاليا. الطريق غادي تجي هنايا، الحفير غيوصل حتى لهنا، والطريق غتجي لهنا. ربما هنا كاين واحد، اجي شوفوا معايا، اجي هنا راه مطراسين هادشي مزيان، هادشي مطراسين مزيان. لي بلون هما هادو، غادي هنا الطريق غادي تخرج بحال هنا وغتجي هنا، غتنحرف هنا. ما عرفتش واش غيكونوا هنا البطوات ديال الضو اولا لي روكار، الله اعلم. حنا غنكتشفوا داكشي. كاين واحد هنا وغادي الدور، ها هي انحرفت، ومن بعد غادي تمشي نيشان فين غتخرج هاد الطريق. الطريق ديه كنظن راه مسدوده تما، ما كايناش طريق تما مسدوده. حنا غنكتشفوا مع الايام وقادم الايام بحول الله، وغنشوفوا هاد الطريق فين غتخرج لنا. كاين ماكدونالد ها هو هنايا مور هاد الكاميو مباشره، من مور هاد الكاميو هذا فين غتخرج هاد الطريق الله اعلم. واش غتخرج تحت القنطره الله اعلم، غادي نكتشفوا هادشي بحول الله. اخواني متابعينا الكرام، قولوا الله يرحم الوالدين، هذه اللي بغيتكم تقولها. ما درتيش لايك قول غير الله يرحم الوالدين، هادشي اللي كنخدموا معكم. اذا متابعينا الكرام هكذا نكون قد انهينا المتابعه الاسبوعيه لشارع ولي العهد من طقطق. حتى السلام عليكم. ما تنساوش خوتي خواتاتي اصدقائي صديقاتي، ديروا لنا لايك للفيديو وبارطاجيو واشتركوا في القناه. هذا اخوكم سي محمد من قناه سيمو 07 قناه المشاريع الملكيه والوطنيه. امتياز، الى اللقاء.